عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وابدا كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن موني وطبعا اختها سيليا، واللي طلعت وقالته الصبح وقالت انه بكره تخرجي وتعرفي مين عدوك من حبايبك وكل اللي كنت بتسالي عليهم وبتحبيهم. شوفي ولا واحد فيهم حن عليكي، ولا واحد اتصل سال عليكي. وبعد اعترافات والناس فضلت تسال هل هي مظلومه ولا لا، وظهرت الاعترافات النهارده وده من النيابه، ان هي قالت ان كان فعلا في حوزتها حبيات يعني ترامادول، وطبعا ان هي كانت هي بتاخدهم لكن مش بتتاجر فيهم، وكتير جدا كانت بالنسبة لهم صدمة ان الملاك البريء اللي هما شايفينه ان بعض بيحبها جدا متأثر بيها مؤثرة. فناس قالت عشان ما تتأثروش بأي حد بعد كده، وربنا يا رب يعني يعفو عننا ويستر علينا جميعا، اللهم آمين. يهدينا يا رب، لانه طبعا مفيش حد فينا معصوم من الخطا، ولكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يهدينا دايما يا رب، ويجعلنا في معيته يا رب، وينور بصيرتنا دايما للخير والصح، اللهم امين يا رب، ويعفو عنها ويعفو عنا جميعا. مفيش حد ما بيغلطش، ولكن الخطا ان احنا نستمر في الغلط، وربنا عفو غفور، ربنا يرحمنا ويغفر لينا يا رب العالمين، ودايما نكون في معيته ونكون في طريقه الصحيح، اللهم امين. شوف حضراتكم على خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، وما تنسوش الشير واللايك، وكمان تدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. السلام عليكم.